متابعينا الاعزاء، متابعي المصريه نيوز في كل مكان، برحب بحضراتكم في لايف جديد وتغطيه جديده من داخل محافظه ابدا اهليه. سايس ان حياه ابن خالته بعد يعني مشاجره دارت ما بينهم، وقال طبعا لابن خالته او كان خلاف ما بينهم على ركن السياره، وطبعا دارت مشاجره بينهم الاثنين. زي ما قلنا لحضراتكم سايس انا حياه ابن خالته بعد مشاجره دارت ما بينهم، سرعان ما تحولت للاسف الشديد ان المتهم محمد انا حياه ابن خالته بطعنه نافذه اودت بحياته بعد ثواني معدوده وقبل محاوله اسعافه او قبل اسعافه. النهارده الام فاجئت الجميع داخل قاعه المحكمه وجايه للقاضي تقول له يا سياده القاضي انا راح لعين، سيب لعين الثانيه اشوف بيها، انا جايه اتنازل عن الحق المدني ليه طبعا ابني والتاني ابن اختي، الاثنين اتربوا مع بعض وكانوا زي الاخوات، الناس كانت بتفكرهم اخوات، هم بالفعل اخوات. النهارده هتحكي لينا تفاصيل غريبه وازاي ان هي جايه تتنازل عن الحق المدني لابنها. بعض الناس اتهمتها وقالت لها انت بتفرطي في حق ابنك، هي ليها رد واحد هتقوله لحضراتكم دلوقتي. بقال الله يا امي. بعد مشاجره بين محمد وحاتم ابن حضرتك رحمة الله عليه، للأسف طعنوا، هنقول لحظة شيطان ما بينهم، طعنوا وفقد حياته في الحال. احكي لي في البداية خبر وصل لحضرتك ازاي؟ قرب المايك من حضرتك بعد اذنك. حاتم ومحمد مش شكلهم مع بعض وكده، طبعا انا ما كنتش متوقعه بين حاتم ومحمد ان هم يشكلوا مع بعض. فجيت اول ما رحت قالوا ده مات، واحد راح القسم وواحد مات. طبعا انا الناس كلها قالوا ما حدش قصده والشهود وكل حاجه، وانا عارفه ده انا قبلها بنص ساعه او بقالي نص ساعه بيكلموا واحده كان حاتم ابن الخطر. بيكلموا بعض؟ بيتكلموا، كانوا واقفين مع بعض بيتكلموا في التليفون. مفيش يعني ما كملش 10 دقايق. هي بس المشكله عشان المفتاح بتاع الدكتور، والدكتور عمال يزعق. كان دكتور راكن السيارة، كانوا شغالين في مهنة السايس عشان الناس تبقى فاهمة، راكن السيارة وجاء علشان يطلع. اه خد المفتاح ومشي وهو عايز يطلع العربية اللي الدكتور قاعد يزعق عشان عايز يطلع. هما الاثنين كانوا شغالين مع بعض ايد واحدة بيساندوا بعض. دارت مشاجرة ما بينهم انتهت للأسف بكلمة قتل. الخبر وصل لحضرتك طبعا، انت في موقف صعب، ابنك وابن اختك. هما الاثنين ولاد. ازاي؟ بمعنى ايه؟ امال فين والدته؟ والدته من 15 سنه، وانت اللي احتضنتيه؟ اللي يتجوز احنا اللي مساعدين انا وخواتي وكل حاجه. لما جه يسكن في شقه انا جبت له شقه تحت مني عشان يبقى يعني. انت كنت الام بمعاني الكلمه، بكل معنى الكلمه. ايوه. لما وصلت خبر الوفاه ما قلتيش ابني بقى ولازم اخد حقه من اللي عمل كده؟ لا مفيش الكلام. معقول؟ لا والله مفيش الكلام. مفيش الكلام ده، لو حد غريب انا ما كنتش خدت عزاك البرنامج. كل اللي كان بيجي يعزيني برضك وبقولها المره ال 100، كل اللي كان يعزيني يقول لي ده ابنك وده ابنك، اقول لهم ما انا عارفه وقلهم دماغي ويقولوا لي البقاء لله وربنا يسكن، وهم ماشيين ويقولوا ربنا يسكن بقيت محمد. هقول لهم يا رب. عارفين الاثنين عندك معزتهم زي بعض. الجلسه اللي فاتت كنا مع حضرتك في انفراج وطلعنا وصورنا، كان منظر يشيب ليه الرأس الحقيقه. شفناكي وانت بتكلمي القاضي، قولي لنا انت قلت للقاضي ايه الجلسه اللي فاتت مش الجلسات، قلت له ايه؟ بيقول لي انت مين؟ بقول له انا والدته. فهو بيقول لي انت جايه ليه؟ قلت له انا جايه تنازل. فهو مفكر ان انا والده محمد. فبيقول لي انت جايه ليه؟ قلت له انا جايه تنازل انا وبابا. أما قال لي أما اللي جنبه قال لي دي والدة المجمع. كان فكرت والدة المتهم. المتهم. اه فمالكيش حق تيجي. اه. قام قال لي خلاص، وقام عاطيني المطايا، قال لي خلاص الجلسة الجاية تيجي. قلت له طب لو تسمح أسلم على محمد؟ قال لي روح أسلمها عليه. هو اللي أمره إن أنا أسلم عليه.
طبعا اللي بسلم عليه رجليا ما جابتنيش وقع، هو وقع معايا وما عرفتش اقول له اي حاجه. في مشهد انساني مؤثر جدا، انتوا الاثنين فضلتوا تحضنوا بعض، هو يبكي وانت تبكي ويقول والله ما كان قصدي ويقبل في جبينك. والله انا بقول الجلسه وانا تعبانه، بقول الجلسه اللي فاتت ديت وانا ربنا اللي عالم بيا وتعبانه. انا شفته من نهار كده وشفته كده انا تعبانه، تعبانه عشانه. انا مهما قلتها كل بقى علينا ان احنا نتعبنا، احنا تعبنا من كلام الناس وتعبنا من اللي بيقولوه وتعبنا من اللي هم يعني مش عارفه اقول ايه. الناس بتلوم عليك عشان بتتنازلي عن الحق المدني؟ انا سمعت ان هي وفي قلبي بتتنازل على ابنها عشان ترد عليهم تقول لهم ايه؟ ارد عليهم اقول لهم ما تشوفيش اللي انا شفته. انت في البدايه لما سالت حضرتك ايه اللي خلاكي تتنازلي وقلت اذا جات ربنا في القران بيقول من عفا واصفح فهو خير له، وده ابني وده ابني الثاني. قلت للقاضي ده عين، راح لعين يا ست القاضي او القدر خد لعين، سيب لعين الثانيه اشوف بيها. كانت كلمات مؤثره منك وجعت قلوبنا كلها الصراحه. يا رب يصبر قلبك. نفس الناس تتعاطف مع محمد بردك عشان هو هو مش عارفه اقول هو المبنى عليه اقول وهو بردك مبنى عليه كل حاجه اللي هو فيها. انت قلت لي لحد الان هو مش مصدق ان محمد ان حاتم مات. والله بيصدق. هو لما محمد مات قلت لي رفض يسيبه ويمشي وقلع التيشيرت وفضل يكتم الجرح. بس اولاد اختي قالوا لي بلعبوا على حجره وبقى يكتم في الدم ويصور. ولاد اختي مصورين الصوره دي اللي هو بلعبوا على حجره ما سابوش ومشي لما الحكومه اللي جت خدته. لما الضابط حاول يستجوب حاتم رحمه الله عليه وقال له محمد اللي عمل فيك كده، كان رده عليه ايه؟ ما اتكلمش، بقول لك في وهبه انا ما شفتش الوقت وحاضرين الواقعه عمل انا في دماغي محمد غاضب قال انا اللي عمل فيك كده. انا واخدينه في البوكس بتاعت المسحفه حاتم راجل المسحفه وواخدينه. لما سالتيه قال لك ايه؟ كان قصدي ولا ما كانش قصدي ولا ايه اللي حصل؟ انت خدتيه في حضنك بس. خلاص انا مش هساله عشان انا عارفه ان هو ما كانش. كلميني عن جنازة حاتم رحمة الله عليه، أنت وريتينا الصور قبل اللايف، صراحة كانت جنازة كبيرة أوي. كل الدنيا بتحب حاتم يعني، كل الدنيا بتحب محمد، يعني في أصحاب محمد جايين في الجنازة بتاعت حاتم. هم يعني أصحاب دول هو صاحب محمد صاحب حاتم، كل بقى جايين. والباقي جاي يتعاطف معايا ويقول لي إن أنا عشان خاطرنا هو مش قصده، بقيت أقول لهم كده من غير ما حد يكلمني. أزورهم في دماغي. اعمل كده بدماغي في الله. طب لو يقولوا لي البقاء لله والله في ابنك، البقاء لله في ابنك وهو ده اخده. الناس اصلا كانت مستغربه، يعني هم عارفين مدى قربهم وصلاتهم ببعض وان هم كانوا متربين مع بعض. انت قلت لي تربى يتيم وانا اللي اخدته في حضنه وربيته، كان بالنسبه لي ابن، ما كانش ابن اختي بس كان ابني. كان ابني وابني فعلا والله لحد دلوقتي انا مع اخواتي. لو هو سمعك دلوقتي محمد هتقولي له ايه؟ ربنا يسك بيتك وربنا معاك. طب لو حاتم رحمه الله عليه؟ ربنا يرحمه ويجعله في الجنه ومعانا ويوسع عليه كده نور ربنا. وقطع له عمره حاتم ابن حلال، وكان طيب، وكان ما كانش بيأذي حد ولا بيزعل حد. تبقى لهم ايه بقى؟ ابن اختك؟ ابن اختها هي؟ يعني تبقى لمحمد ابن خالته؟ طب كلمنا عن صلتهم ببعض، كانوا عاملين ازاي؟ ما كانش في حاجه. واحد ممكن اصورك ولا صوت بس؟ طيب قول لي لما سمعتوا الخبر انتوا كنتوا مصدقين؟ لا. اديله المايك، اديله المايك. ما كناش مصدقين. استقبلتوا الخبر ازاي؟ يعني ما قالوا لكم يعتبر مستحيل طبعا. مستحيل يعمل كده في اخوه. هو كان بيصور بيقول اخويا قاعد جنبه على الارض وقاعد بيقول اخويا اخويا. دخلت له زياره وحد من الاسره زاره في السجن؟ لا. هو مش عايز مش عايز تمام. شكرا ليك. هو رافض ان حد يشوفه كده؟ انت قلت لي هو حاسس اصلا يعني بالذنب او يعني حزين على اللي وصل ليه؟
يخرج يقول لها يجيب دومه. اتكلمي في المايك، اتكلمي في المايك. هو قاعد شايف اهو. عرفي الناس بك، انت اخت محمد؟ اه. قولي لي بقى. الله عظيم، كل اللي بيتحبس معاه يخرج يروح يقول لاخواتي، يقول لهم ده هو بينام ويقوم مكسوف وهو قايم وهو نايم. ايه السبب؟ من المنظر مش مصدق الحاكم مات ومش مصدق اللي حصل. يعني سبحان الله. اه والله العظيم. بعد ما قتله لو هو كان قاصد كان هرب. ايوه كان هرب. وليه حتت كتير ايه هو فيها؟ يلا قوم يلا، ما ده برضه نصيحة نقولها للشباب، التسرع، لحظة شيطان ممكن تدمر حياة. يعني النهاردة مش هنقول حياة محمد اللي راح، الأسرتين للأسف الأسرتين اتدمروا. كنتوا يعني تمام، قلت لي كنا دايما بنروح مع بعض لسيدنا الحسين، نتجمع في الأفراح في المناسبات، نروح مع بعض كل حاجة مع بعض، لو في صور مع ده كنتوا دايما متجمعين مع بعض. اللي حصل ده حسن هو دمر العيلة للأسف. رسالة للشباب برضه هنقولها من ضمن اللي احنا بنقوله. حتى لو صاحبك، حتى لو جارك، حتى لو ما تعرفوش، ما تتسرعش في اي حاجه عشان تدمر. تتحكم في غضبك، يعني هو في لحظه اتضايق منه في دماغه ان هو على كلامك ان هيضربه خبطه، هيتعور، مش عارفه ايه، لكن للاسف كانت الطعنه. ولكن هو ادا، بس هو عمره ما كان هيعوره، بس هي جت كده. هي بتطالب بايه النهارده؟ ربنا يفك ده. سبحان الله، دايما نصور مع الأمة تقول أطالب بالقصاص العادل، أنت عكست الآية خالص. بقولها لك للمرة الثانية يا أمي، والله أنت قلبك ده قطعة من الجنة. القلب اللي يسامح ويعفو ويغفر، ده العفو عند المقدرة زي ما قال سيدنا محمد وديننا الحنيف. فأنت يعني ربنا يربط على قلبك بالصبر ويتقبل حاتم من الشهداء ويهدي محمد ويكون اتعلم من الغلطه. منتظره ايه؟ منتظره ايه من القاضي؟ متوقعه ايه؟ لا، هو ممكن انت تتنازلي عن الحق المدني، لكن بيبقى في حق اسمه حق المجتمع، ممكن يبقى في تخفيف. اه ربنا يصبر قلبك يا رب. ثانيه واحده، بشكركم جدا متابعينا الاعزاء، متابعي المصريه نيوز، والى اللقاء في تغطيه جديده، والسلام عليكم.